على مدار الحلقة اتكلمنا عن فوائد زيت الزيتون، وكنا بنتناقش عن التفضيلات في زيت الزيتون. دراسة علمية حديثة قلنا انها بتتناول مع لو تناولنا معلقة او اتنين من زيت الزيتون على معدة فارغة الصبح، ده ممكن يكون مفيد جدا للجهاز العظمي للهضمي عفوا، خصوصا انه غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة. التفاصيل هنعرفها اكتر من الدكتور فراس عايد، اخصائي التغذية العلاجية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك كمان. اهلا وسهلا بيك دكتور. لما نيجي نقول زيت الزيتون وفوائده لما نيجي ناخده على معدة فاضية، طبعا اول حاجه لازم احنا نحط في بالنا ان الجهاز الهضمي هو المسؤول عن تغذيه الجسد وطرد السموم، فلازم اكون اضمن ان كل حاجه تدخل الجهاز الهضمي ده انها تفيدني وتقدم لي الفايده اللي انا بطمح ليها او بحتاجها. فلما اخذ الزيت زيتون على الصبح على المعده الفاضيه، هنا انا بحفز الاحماض والبكتيريا الحميده في الجهاز الهضمي، خصوصا الاحماض الموجوده في المعده. فالاشخاص اللي بيشعروا دائما بحموضه ومشاكل الحموضه ومشاكل الامساك ومشاكل ارتفاع الكوليسترول ومشاكل الصداع النصفي، زيت الزيتون من الصبح على معده فاضيه بيحسن غلاف المعده وجدار الامعاء من الداخل، غير انه بيغذي البكتيريا الحميده. احنا دائما عندنا حرب ما بين البكتيريا الحميده وبكتيريا الضاره، فكل ما غذيت البكتيريا الحميدة أكثر، كل ما حصلت على مناعة أكبر وبشرة أفضل وشعر أفضل وتغذية أفضل. طبعا دكتور، هل الموضوع محتاج استدامة ولا ممكن فترة قصيرة نشوف نتائج؟ طبعا الغذاء من المهدي إلى اللحد، يعني ما مش هقدر أقول لك إن أنا التغذية بالنسبة لي ليها تاريخ نهاية. يعني أي برنامج غذائي بيديك تاريخ نهاية ده برنامج فاشل تماما. ما عمريش أنا شفت حد بيصحى الصبح عايز يأذي نفسه، فالغذاء مستمر معنا الى نهايه الحياه يعني. طيب دكتور، لما نيجي نتكلم عن اهميه الدهون الاحاديه غير المشبعه، كمان بنلاقي ده في موجود او بنلاقي مضادات اكسده موجوده في زيت الزيتون، ده بتاثر علينا ازاي؟ بالضبط، مضادات الاكسده بتساعدني على اني انا اوقف الشيخوخه. يعني انا لما اتكلم عن الخلايا واتكلم عن الميتوكوندريا الموجوده في الطاقه في الخليه، هي اللي بتساعدني على اني انا استديم شبابا واحافظ على البشره نضره واحافظ على شعر اسود واحافظ على بشره مشدوده دائما وما فيهاش اي مشاكل او اي ترهلات، او اني انا اكبر في العمر وانا لسه صغير. انت بتشوفي بعض الاشخاص في عمر العشرينات وكانه في الاربعينات، او تشوفي بعض الاشخاص في الستينات وكانه في العشرينات. طب ايه اللي خلاه يوصل لكده؟ هو الغذاء، هو انه خلايا ما بتشيخش بسرعه، ما بيدخلش بالشيخوخه بشكل سريع، ودي وظيفة مضادات الأكسدة والدهون الأحادية الغير مشبعة. يعني حضرتك بتنصح بدل ما أعمل ماسك زيت زيتون أشرب زيت زيتون؟ طيب ما يعني أنا مش صحن حمص عشان أحط زيت زيتون من بره، لا أنا أشرب. يعني احنا صغار دائما لما نتعرض لمشاكل بيدهنونا بزيت الزيتون، انت عارفه؟ فلا انا اشرب الزيت الزيتون علشان يوصل للخليه من الداخل مباشره. نعم بالضبط. تمام يا دكتور. دكتور يكون على غيار ريق زي ما بنقول كده، ولا ممكن يدخل في الوجبات اليوميه؟ ممكن يدخل في الوجبات اليوميه، وممكن يطبخ فيه اصلا زيت الزيتون بيتحمل درجه الحراره ال 200. طبعا في شائعات كتيره بتقول لك انه لا يتعرض للحراره. احنا كنا بنفتي دلوقتي نقول انه ما يتعرضش للحراره بحسب المعلومات برضو اللي سمعناها قبل كده. دي اشاعات تماما عشان تبعدك عن الحاجه الصحيه. يعني الاشاعات دي منتشره زي ما كانوا بيقول لك ان الدهون بترفع الوزن وخطره. لا طبعا هي مفيده جدا واثبتت الدراسات انها مفيده لانزال الوزن. يعني انا لما استخدم زيت الزيتون بالطبخ جدا مفيد، بيديني فوائد جدا عاليه ومفيده لدرجه حراره 200. طيب انا لما اشرب زيت الزيتون الصبح على معده فاضيه بيحفز امور تانية تماما. انا لا يمكن اتكلم عن السميه الا لما اتكلم عن الكميه. فانا اذا في عندي حاجه بتسممني لازم اشوف الكميه اللي بتسممني فيها قد ايه. والصبح لما استخدمها باوقات مختلفه ليها فوائد مختلفه. فلما تكون على معده فاضيه تماما فائدتها مختلفه لما تكون جوه الاكل او على السلطه. كلها في اختلافات تماما على وقت احتياج الجسد، مش لانه زيت الزيتون هو اللي بيعمل البرمجه دي، لا انت احتياجك. انا كفراس لما اخذ الزيت زيتون عندي مشاكل صحيه، يتم استهلاك الزيت زيتون بناء على مشاكل الصحيه. وانت عندك مشاكل صحيه مختلفه، يتم استهلاك زيت الزيتون بناء على مشاكلك الصحيه. ده من الجسم
هو الميكانيزم بتاعته هي بتشتغل بالطريقه دي. طيب دكتور قول لنا بقى نفطر الصبح ايه ويكون في زيت زيتون يكون كويس قوي ويساعدنا على ان احنا نحافظ على الخلايا كويسه وما تشخش بسرعه زي ما حضرتك بتقول. بالظبط، احنا لازم نهتم دلوقتي بوجباتنا تكون مليئه بالبروتينات وتكون مليئه بالدهون الصحيه. يعني انا مش كتير بنصح انا انه يكون وجبه الافطار مليئه بالخضروات اللي هي تقيله بالالياف، لانه احيانا الخضروات النيه بتسبب لي تلبك معوي وبتسبب لي امساك اكثر، لانه هضم الالياف يحتاج الى كميه كبيره من الميه وكميه كبيره من الرطوبه في الجهاز الهضمي. وهنا يجي دور الزيت زيتون، انه بيساعدني على ترطيب المنطقه دي اللي هي الامعاء من الداخل وجدار الامعاء، لانه الالياف تحتاج الى كثير من الميه علشان يتم امتصاصها، خصوصا لما تكون الياف مش دائبه اللي هي الالياف الصلبه. فانا دلوقتي بالافطار ارفع من نسبه البروتينات، ارفع من نسبه الدهون الصحيه مثل الزيت زيتون، الافوكادو، المكسرات، وايضا ادخل الدهون الصحيه اللي هي من البيض. ده اهم وجبه عندي، ما ارفعش من البروتينات اللي هو اللحوم او الدواجن في وجبه الافطار، ولا ارفع من السكريات اللي هي الكربوهيدرات والحلويات والسويتس. طبعا دلوقتي انا بتكلم كده وانا قاعد بيجي بخيالي افطار الشرقي اللي معروف، مليان كيك، مليان حلويات، مليان خبز، مليان بالسويتس والسكريات، ومليان بالقهوة. حتى الفاكهة السكريات اللي فيها ممكن تكون على الصبح كده بتعمل كريفنج بقيت اليوم، لكن لو فعلا ابتدينا ببروتينز ده الترند اعتقد اللي موجود دلوقتي، لو نبتدي ببروتين مع دهون صحية ده بيعمل يعني ضبط للشهية على مدار اليوم. ده حقيقي يا دكتور؟ ده افضل. بالضبط، ده افضل افطار انك انت ترفعي من البروتين والدهون الصحيه، لانها بتتحكم مستويات الانسولين في الجسم. اما لو خدتي الحمضيات بترفع لك من حمض المعده وترفع لك من المشاكل في الجهاز الهضمي. الفواكه دائما نفضلها، لو عايزه تاخذي الفواكه تاخذيها بعد الوجبه مباشره، مش بين الوجبات ولا كسناك ابدا، خليها بعد الوجبه علشان ما ترفعش السكر عندنا عالي ويصير عندنا بدل حرق للدهون واستغلالها للطاقه الى تخزين للدهون زياده. طيب دكتور بحسب كلامك كده وانت بتقول بحسب احتياج جسمك تاخد زيت زيتون قد ايه وامتى، ده معناه ان احنا لازم يكون في متخصص في التغذيه العلاجيه، ما ينفعش اي حد من نفسه كده ياخد او الكميات حتى اللي بياخدها من زيت الزيتون. في بعض الناس بتسال هل ما هو زيت الزيتون ده جاي من الزيتون، انا لو اكلت كميه مثلا معينه من الزيتون هل ده ممكن يغني او يؤدي نفس الغرض؟ لا طبعا، يعني امتصاص زيت الزيتون بيكون اسرع من الزيتون بكثير، يعني لما تحصل عليه بشكل صافي، ويكون البكر طبعا يعني مش اي زيت زيتون، لانه في كثير انواع من زيت الزيتون مضروبه في السوق. فلكن انك انت تضمن ان زيت الزيتون يكون بكر يكون اصلي، الغامق بقى ولا الفاتح؟ يعني انا مش هعرف مراحل تصنيعه لاني بروح اشتريه من السوبر ماركت وخلاص، الغامق بقى ولا الفاتح اللي يفرق؟ هو الغامق الافضل طبعا اللي بيكون مايل للاخضر طبعا، وما يكونش معالج كيميائيا ولا حراريا، ده اللي بيكون هو اسمه البكر. ده بيكون مكتوب عليه؟ بيكون مكتوب عليه ايوه، اذا كان كيميائيا او معالج حراريا بيكون مكتوب عليه برضه، يعني وزارات الصحه في اكثر الدول العربيه بتضمن انه المعلومات دي لازم تكون مكتوبه، علشان انه في عرفوا انه خلاص في مستوى من الوعي للمستهلك اصبح عالي جدا وما تقدرش انك انت تغشه، فلازم تكتبها على العبوه. نعم. طيب دكتور بالنسبه للسيدات خلينا نساعدهم كده يختاروا ازاي الازازه، ازازه زيت الزيتون الصحيه، هنختارها بلاستيك ولا ازاز، هنختارها فاتحه ولا غامقه، هنختار لون الزيت ايه زي ما كنت حضرتك بتتكلم حضرتك وشاذلي. يعني انا بيعجبني جدا طريقه التسويد دلوقتي اللي بيقوموا فيها الشركات بتاع الزيت زيتون، انه بيخلوا الازازه اصلا غامقه. فانت تيجي تشتري تشوفي غامقه خلاص اخذها، تتفاجئي جوه المنتج اللي جوه لا مش غامق. فضروري جدا انك انت تعرفي مصدر شرائه منين، وما يكونش معالج حراريا ولا كيميائيا. معصور على البارد؟ معصور على البارد، نعم بالظبط. طيب دكتور هل حضرتك قلت ان هو ممكن يدخل في اي حاجه بالنسبه للاكل، يعني زيت الزيتون ممكن يدخل في اي نوع من انواع الاكل ويدخل كمان ويتسخن درجه حراره 200 مفيش مشكله، لكن هل في نوع مثلا معين من الاكلات لو دخل زيت الزيتون ممكن تقلل شويه من زيت الزيتون نفسه، تقلل شويه من قدره الجسم على امتصاصه؟ هو اي حاجه تتعرض للحراره ممكن انها تقلل من فوائده اصلا. يعني اي نوع من انواع الخضروات او زيت زيتون حتى لو وضع على الحراره لفترات طويله جدا بيقلل من الحديد اللي فيه، بيقلل من الفيتامينات والمعادن اللي فيه، بيرفع من الاكسده اللي فيه. فانا علشان يعني انا يعني الشائعه ما طلعتش من فراغ، اهو في سبب يعني.
ما هو انا لدرجه حراره 200 اذا رفعته اكثر من 200 هنا انا اتعرض لمشاكل بتقل فوائده طبعا. شكرا جزيلا دكتور فراس عايد اخصائي التغذيه العلاجيه.